قصة الليلة قصة حقيقية لتشهرات ما بين الناس في تونس لواحد الشخص يدعى الشيخ عبد المجيد البغدادي واللي هو إمام ديال الجامع واللي كيقول بلي أنه القصة اللي وقعت ليه واللي غادي نشارككم أنا الليلة بلي أنها من أغرب ما حصل له مع الجن. فبقوا معايا باش تسمعوا القصة كاملة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى تكون احوالكم القلبيه والروحيه والجسديه وحتى العقليه تكون على خير. في الحلقه نتاع البارح اغلبيتكم قالت لي بلي انه نصور بالكاميرا غادي يكون احسن، ولهذا انا اليوم كنصور بالكاميرا. فشكرا على التجاوب ديالكم وحتى على الادب ديالكم وتعبيركم على الحب ليا. فقبل ما نبداو حلقتنا اليوم ما تنسوش انه اذا كان وحدكم الدراري الصغار من الاحسن انكم هذا الفيديو تسمعوه نتوما بوحدكم، وخليونا نقولوا مجموعين: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ودابا لنبدا القصة ديالنا. كتبدا واحد النهار هاد الشيخ البغدادي وهو الصديق ديالو الشيخ الجريدي غتعيط لهم واحد الأسرة اللي كتسكن في واحد الدار قديمة في إحدى القرى بمدينة تونس. غادي يعيطوا عليه أهل البيت وهو داك الشيخ الآخر، حيتاش كانت كتوقع لهم شي أمور غريبة في ديك الدار وما لقاوش ليها الحل، فعيطوا لهم باش أنهم يرقيو لهم الدار. وهنا بداية أحداث قمة الرعب واللي كلها حقيقية. حكاية الليلة انتشرت من بعد وفاة هاد الشيخ البغدادي اللي هو كيحكي التفاصيل نتاعها. تيقول الشيخ هادشي اللي وقع من اغرب المواقف اللي غيطيح فيها مع الجن. تيقول بلي انه واحد العائله غادي تعيط ليه هو داك الشيخ الاخر الجريدي في واحد المنطقه اللي سميتها الحمديه في تونس، واللي هي منطقه اثريه وقديمه بزاف. فالاهل نتاع هاد البيت تيقولوا بلي انهم كتوقع لهم شي امور اللي هي غريبه في ديك الدار وما عرفوش لا كيفاش ولا علاش ولا حتى شكون. واكيد فاش غادي تلاحظ بحال هاد الامور الغريبه غادي يجي في بالك انك ضروري خصك ترقي دارك بالقران. تيقول هاد الشيخ بلي انه كيف وصل لهاد العروبيه ومشى لهاديك الدار لاحظ بلي انها شبه مهجوره وما كتحسش بلي ان فيها الحياه. غادي يقول هو صاحبه بسم الله ويدق الباب. غادي تخرج عند واحد المراه كبيره واللي هي مولات الدار، وهي تقول ليه مرحبا بك دخل لداخل. هاد المراه هي ارمله وعندها زوج ديال الاولاد. فالولد الكبير كيعاني من مرض نفسي او لا بكلام عامي كان مجنون. لما الشيخ تدخل معاهم في الكلام وبدا يعرف الاصل ديالهم ومن فوقاش وهما ساكنين في تما، غادي يسولها على داك ولدها الكبير المريض واش تولد بحال هكا. قالت ليه لا، راه واحد النهار دخل لواحد استرداب او لا قبو في واحد المنطقه اللي سميتها الدواميس السوسه، واللي هي منطقه اثريه وقديمه ولكن قريبه لدارهم. كتقول بلي انه من بعد ما دخل لهاد القبو او الاسترداب ما بقاش بان وغادي يختفي لمده سنتين. لما غادي تلقاوه غيلقاوه وهو فقد العقل ديالو وكيعاني من الصرع. من بعد غادي يسولها الشيخ البغدادي علاش طلبتي منا باش اننا نجيو. قالت لي على اساس انه راه كتوقع شي امور غريبه وعجيبه في الدار اللي ما عنديش عليها حتى شي تفسير، وباش نكون معاك صريحه ما نقدرش نهاجر من هذا الدار حيتاش ما عنديش فين نمشي انا وولادي، حيتاش ما عندناش فلوس باش اننا ننتقلوا لمكان واحد اخر او حتى باش نقدروا نبيعوا هاد البلاصه وننتقلوا. غادي يسولها الشيخ شنو تيوقع معاك بالضبط، وهنا فين غادي تبدا تعاود ليه كاع داكشي اللي تيوقع وبالتفاصيل. قالت ليه من بعد ما رجع ولدي بديت كنشوف الناس عندي في الدار. في الاول كان تيصحابني بلي انهم شفاره، ولكن مع الوقت هاد الناس ولاو كيبانوا وكيختفيو من غير الاصوات اللي كنت كل مره ومنين كنسمعها، مره من الارض مره من الحيوطه. وحتى الماكله ديالنا بدينا كل مره كنلقاو فيها يا اما الشعار يا اما شي حوايج ما كنعرفوش منين جاو. قالت ليه بلي واحد النهار كانت جالسه مع ولدها وشي وحده من الجيران، شويه غادي يبانوا ليهم شي ناس من الفوق ديالهم عريانين ومن التحت بحيله شي طيف. شويه غادي قطع ولدها الصغير وغادي يبدا يعاود ليه ويقول ليه بلي انه شي نهار من بعد ما هو صلى المغرب وهو خارج من البيت ديالو غادي يلقى واحد القطه اللي هي كحله وكتبان بحيله ناعسه ومكمشه على راسها. فقلت تقدر تكون بلي ميته، هزيت عصا وبديت كنقيسها بها وهي تفيق وهي تقول زوج كلمات بالعربيه وما عرفش بالضبط شنو قالت. من بعد مشات كتجري الكوزينه تبعتها باش نشوف فين غادا، ولكن كيف دخلت للظلام غادي تخبر. انا في هذه اللحظه ما فكرتش بزاف وما تسوقش ورجعت نعس. وفي هذه الليله غادي نحلم بلي انه كنت كنصلي، ولما ساليت وبغيت نخرج من البيت لقيت واحد الرجل كبير يديه طوال وهو اسود اللون وهز في يديه واحد العكاز.
ومن بعد لحدك العكاز على وجهي وقال لي جملة بالزربة واللي هي لقيتيني الناس وضربتيني. وانا نفيق وانا خايف، في ديك اللحظة غادي نلقى واحد السنة ديالي طايحة، بحال ديك الضربة اللي ضربها لي في الحلم كانت حقيقة. الشيخ البغدادي تيحكي بلي انه فاش سالى معاه هاد الشاب بالكلام، البغدادي بغى يدوي مع الصديق ديالو الجريدي وغادي يعاود يقطعوا هاد الولد ويقول ليه بلي انه عندي حادثة واحدة اخرى اللي بغيت نعاودها لك. قال لي حكي لي انا كنسمعك. بدا تيدوي وقال ليه بلي انه في يوم من الايام في وقت الشتاء وهو متكي على الناموسية ديالو غادي يسمع شي حد غيعيط ليه بالجهد وكيضرب بالجهد على الباب، الباب ديال الدار. كيقول انا قلت عادي يمكن شي حد من صحابي ولا الجيران، فنضت من بلاصتي مشيت نحل ولكن ما لقيت حتى شي حد وعاود دخلت للدار وما تسوقتش. فهاد الليله انا ما عرفتش نعس وما داش بزاف وتعاودت نفس القصه ديال الباب، ولكن هاد المره اللي كيدق كيدق مجهد، غادي نعاود نوض ونتقن هاد المره. منين جاي هاد الدقان ولقيت بلي انه جاي من البلاكار ديالي، تبلوكيت في بلاصتي تخلعت شويه، غادي يتحل الباب، غادي يتحل البلاكار ديالي وغادي يخرج منه واحد الراجل اللي هو صلح وطويل وكيتنفس بواحد الطريقه غريبه وعينيه كيبريو وكان تيمشي على يديه وعلى رجليه، وكيف خرج غادي يبدا كيشوف فيا وهو يخرج من بيتي. ومن هذيك ما قدرتش نعاود نرجع للنعاس حتى صباح الصباح. فالشيخ البغدادي شاف الشيخ الثاني الجريدي وبدا كيدويو مع بعضهم واتفقوا باش انهم يقراو القران في هاد الدار، وديك الوقت بدا تيطيح الليل وهما تيوجدوا باش انهم يبداو في تلاوه القران غادي تقطع عليهم الضوء. تيقول وبداو تيسمعوا الخطاوي من فوق منهم، ولكن هادشي ما خلاهمش باش انهم يوقفوا القرايه ديال القران وبداو مكملين حتى رجع عليهم الضوء. شويه غادي تبان لهم الاثار ديال الرجلين في السقف. تيقول البغدادي بلي اول مره كيشوف هذا المنظر في حياته كلها، وتيقول بلي انه كل ما كيقرا في القران كان داك الصوت غادي وكيتجهد حتى سلا واحد الجزء وهو يشوف في الام وهو يلقاها حزينه ويطلب منها باش انها ديك الليله تمشي تبات عند شي حد من الجيران وبلي هو والشيخ الاخر غيديو داك ولدها ويمشيو لدارهم، والنهار الثاني غادي يرجعوا باش عاوتاني يقراو القران من جديد. فعلا غادي يعاودوا يرجعوا ويبداو يقراو القران. واحد اللحظه هذاك الابن الصغير غادي يسخف ويطيح ويبدا يغوت، وفي ديك اللحظه بدا كيخرج شي صوت من الارض من تحت الارض كله ضحك. كيقول الشيخ البغدادي حنا في ديك اللحظه ما كنا فاهمين والو، تيقول بلي انا في ديك اللحظه انا حبست قراءه القران ولكن الشيخ اللي معايا بقى مستمر. البغدادي غادي يهبط راسو جهه الارض باش يسمع الصوت وبدا كيسول شكون انت وشنو باغي من هاد الناس. في الاول بقى مده طويله بدون ما يجي جواب، شويه وينطق ويقول خرجوا من هاد الارض، وبدا كيعاودها ويسكت ويعاودها ويعاودها حتى الولد الصغير غادي يبدا تيفيق وبدا كيتقي اعزكم الله الشعر وخيوطه. في ديك اللحظه هما ما فهموا حتى شي حاجه. تيقول بلي انه كان منظر صعيب ومرعب. من بعد كل نهار الشيخ البغدادي والشيخ الجريدي الاخر تيجي يقراو القران ويمشيو، وكل مره كان تيوقع لهم شي موقف مختلف وغريب ومرعب ولكن ما كانوش كيحبسوا. تيقول بلي انا واحد النهار كان الشيخ البغدادي والشيخ الثاني والابن جالسين تيقراو في القران، فاذا به الام كتدق في الباب. تيقول بلي انه كنا عارفين بلي هي جالسه عند الجيران غادي تستاذن منا باش انها تدخل للمرحاضه عزكم الله اللي كان في الاخر ديال الدار، فاي واحد مشى ليه ولا خرج منه ضروري يدوز عليهم في البلاصه اللي كانوا جالسين. قال حنا في ديك اللحظه غادي نحبسوا من تلاوه القران باش هي ما تسمعوش من مكان نجس، وشويه غادي نسمعوا الصوت ديال الدقان ديال الباب مره اخرى، غادي نتفاجئوا بلي انه اللي كيدق هي الام. ما بقيناش عرفنا شكون اللي دخل في الاول وكيفاش خرجت من جديد بلا ما نشوفوها وعلاش عاودت دقات. المهم بدات كتوقع شي مواقف اللي ما كناش كنفهموهم. تنتذكر مره واحده اخرى عاوتاني انا والشيخ الجريدي غادي نتوقفوا واحد شويه من قراءه القران باش اننا نرتاحوا. في ديك اللحظه انا غادي تديني واحد الغميضه، من بعد ما غادي نفيق ما غادي نلقى حتى شي حد من غيري. بديت كنسمع الهمس ديال الكلام في كل قنت في الدار وكان الظلام. بديت كندخل كل بيت وكنقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن ما كنلقى حتى شي حد والصوت غير غادي وكيتجهد وانا نخرج في حالي من الدار. بغدادي تيقول بلي انه اليوم التالي غادي يسول الشيخ اللي كان معاه وما لقاش اشنو وقع ليا البارح. قال ليه انت قلتي لينا سمحوا ليا انا غادي نمشي حيتاش عيان، خليتينا ومشيتي، وغادي تاكد ليه ديك الساعه الام حتى هي وغادي تقول ليه بلي انه فعلا داكشي اللي قلتي، حيت من بعد انا لقيت ولدي بوحدو وناعس في الدار، لما سولته قال لي نفس كلام الشيخ الصديق ديالك. المهم تيقول الشيخ البغدادي بقينا مستمرين على هاد
الحال بدون نتيجة. حتى لواحد النهار غادي نمشي لبيتي في داري وغادي نعس وغادي نحلم بواحد الحلم اللي هو غريب. حلمت بلي انني دخلت للسرداب اللي هو قريب من الدار نتاع ديك العائلة لما تنرقيو لها دارها، وهذا السرداب كان مضيق بحال شي قبر. وهذا الشيء علاش عقلت في الصباح لما فقت من بعد غادي نمشي نتلاقى مع الشيخ الجريدي وقلت ليه شنو حلمت، وهو يقول لي بلي انه حتى هو حلم بنفس الحلم ديالو. اتفقوا قالوا بلي انهم خصهم يمشيو دابا لديك الدار اللي عند ديك العائله ويسولوا ديك المراه واش فعلا كاين شي سرداب قريب من الدار ولا لا. غيمشيو لعندها ويسولوها على البلاصه فين كاين، وغتقول لهم هذاك هو نفسه اللي دخل ليه ولدها الكبير ولقاه من بعد عامين ولكن كان مجنون. بداو هاد الشيوخ بزوج كيتناقشوا باش انهم يشوفوا شنو يقدروا يديروا، فقرروا في الاخير باش انهم من بعد صلاه الفجر غادي يدوزوا عند هذيك المراه وتديهم هذاك القبو او السرداب، ربما يلقاو شي حل عنده علاقه مع هادشي اللي تيوقع. تيقول الشيخ من بعد الصلاه فعلا غادي يمشيو للدار ديال هاد العائله باش تديهم الام. داتنا حتى وصلتنا وقلنا لها انت رجعي وحنا راه غادي نكملوا ريوسنا. دخلنا وفي يدينا واحد البي اللي هو صغير ولكن ما كانش تيضوي حتى شي حاجه في داك القبو، وكنحسوا بلي انه داك الظلام كان تيمص هذاك الضوء. بقينا مشينا اكثر من 10 ديال الدقائق حتى وصلنا للاخر ديال هاد القبو، وغادي نلقاو واحد السلوم اللي غادي يطلعنا لفوق الارض. كيف غادي نطلعوا؟ تخيلوا واش غادي نلقاو. غادي نلقاو راسنا في الصحراء. كنشوفوا اليمين كنشوفوا اليسار والو، كاينه غير الصحراء. جينا ندورو كنلقاو بلي انه داك السرداب مناش خرجنا ما بقاش. ديك الساعه بدينا كنفهموا بلي داكشي اللي توقع لينا من اعمال الجن، ودانا البوابه ديال العالم ديالو. بدينا كنحفروا بيدينا انا والشيخ اللي معايا ولكن ما قدرناش نوصلوا لداك السرداب. بقينا كنشوفوا جنابنا ما كاين غير الرمل والجبال، حتى لقينا واحد الدار اللي خارج منها واحد الضوء، وكل ما كنقربوا ليها كنحسوا بلي انها هي كتبعد علينا. حتى قربنا لديك الدار وغادي نسمعوا واحد الاصوات ديال الطبل والمزمار، وبداو كيبانوا لنا واحد الناس كيشطحوا على العافيه. والغريب ان هذه الكائنات كانت منعدمه الظل، وحتى الاثار ديال الرجلين ما كانوش. لما قربنا واحد من هذوك اللي كانوا تيشطحوا على العافيه غادي يقرب منا، وكانت الملامح ديال وجهه غريبه ولكن كل شويه كانت كتبدل، وقال لنا بصوت خفيف تفضلوا جلسوا. يلا بغيت نجلس وانا نقول بسم الله. كنلقى كاع دوك اللي كانوا تما اختفوا، بقيت غير انا والشيخ اللي معايا. شويه ما غادي يجي غير واحد الصوت من مورايا، انا والشيخ غادي نتخلعوا غادي نوضوا من بلاصتنا وغادي ندورو. غادي نلقاو واحد الجسم اللي هو كبير وكحل راكب من فوق الجمل، حتى هو كحل وعلى راسه واحد التاج اللي مرصع بالحشرات وكيغوت وتيقول اش جابكم لهنا وانتم عارفين بلي انا هاد البلاصه محرمه على بني ادم. تيقول الشيخ البغدادي من الخوف ديالهم وهو وصاحبه غادي يحكوا لذاك الراجل شنو وقع، غيجاوبهم هاد الكائن ويقول لهم بلي انهم ما سوقكمش في هذاك الولد حيتاش هو ضرب واحد منا وحنا انتقمنا منه، وبلي ديك الدار هي ملك ديالنا قبل منهم، وبلي هما اللي جاو وسكنوا علينا. وقال ليه بلي احنا امم بحالكم بالضبط وما كنبغيوش لي برزتنا. قال ليهم رجعوا لديوركم باش تعيشوا سالمين. الشيخ البغدادي واللي معاه غادي يقول ليه بلي انهم خرجوا من السرداب ملي من تحت الارض، ولكن حتى الا بغاو يرجعوا راه اختفى. قال ليهم رجعوا منين جيتوا وغادي تلقاوه، ولكن حتى شي حد ما يشوف من موراه والا غادي تندموا واحد الندم شديد. انا والشيخ اللي معايا الجريدي مشينا تنجريو لذاك السرداب. كيف غادي نوصلوا؟ غادي نتلاقاو واحد الكائن اللي الشكل ديالو غريب، الجسم ديالو كلب ولكن الراس ديالو ديال انسان، كيحفر في الارض. شويه غادي يبدا كيبان لينا السرداب، ديك الساعه غادي ندخلو فيه انا والشيخ اللي من مورايا ونمشيو. ولديك الساعه مازال ما قدرش ندور. شويه كنسمع الشيخ اللي معايا كيتمتم بالاسم ديال الام ديالو، شويه بدا تيغوت على الحر ديال الجهد ديالو. في واحد اللحظه غادي يسكت مره واحده. انا في ديك الوقت ما قدرتش ندور حيتاش خفت وظنيت بلي انه هاد الشيء من الجن، وكان قال لنا داك الكائن بلي حتى شي حد فيكم ما يشوف من موراه. انا بديت كنجري حتى وصلت للخارج ديال السرداب، وبقيت كنتسنى الشيخ الجريدي باش انه يتبعني، ولكن للاسف ما خرجش. من بعدها ما بقاش كيبان. هاد القصه بدات كتنتشر ما بين الناس في القريه، وبداو كيقلبوا على الجريدي ولكن ما قدروش يلقاوه، وحتى من هذاك السرداب اللي دخلنا منه اختفى. من بعد فتره غادي يهدموا الدار ديال ديك العائله
وبناو بلاصتها واحد الجامع بفلوس نتاع المتبرعين تاع ديك القريه، وسموه جامع محمد الجريدي على اسم هذاك الشيخ اللي اختفى. والاهل ديك القريه غادي يكريو دار واحده اخرى للعائله حيتاش ما كانش عندهم باش انهم يكريو. تخيلوا من بعد اشهر من هذا الحادث غادي يتلاقاو الجثه نتاع هذا الشيخ اللي عاود لنا القصه، عبد المجيد البغدادي، في داره ميت وراسه كان تيتكال من قبل النمل، والاطراف ديال الجسم ديالو كلها محيده، كان في واحد الحاله مرعبه. وهذه هي حكايتنا لليوم، فما كرهش اذا عندي متتبعين من تونس ياكدوا لي واش هذه القصه فعلا كاينه ولا لا، حيتاش تاكدت من المقالات وتاكدت من الصور ولقيت بلي انه هذا الشيء ماشي اسطوره وبلي حقيقه. ويا ريت الناس اللي دازوا من شي حاجه بحال هكا يعودوا لي لتحت بالتعاليق، اولا دازوا من شي تجارب اللي هي قريبه من هذا الشيء يصيفطوا لي رساله على الانستغرام ديالي في الخاص باش نشارك انا قصصهم وتجاربهم الحقيقيه معكم. كنتمنى حلقه اليوم تكون نالت اعجابكم، نتلاقاو في حلقه مقبله، دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.